محلاكم والله محلاكم صدقوني توحشكم. اما سوسر مش شقول يا حكومه خايتي المره هذه والله يزيع يا الحكومه ولا يزيع تش قول ها الشعب وخي ها الشعب وخي يزي وتناكل وتزي تلكش هاني جيعان هاني ما رقدتش ها ما فماش متروات ها ما فماش كي وش لازمك تاخذ في المترو وعلاش باش تاخذ المترو باش تمشي تخدم وش لازمك تخدم ولد عام ها وعليه باش تصور الفلوس وعلاش تصور فيها الفلوس باش تعرس وعلاش باش تعرس باش تعمل دار يقعد في دار بايك خير باهي راه يقعد في دار بايك باهي راه رضيت الوالدين باهي برا سيدي هاك عرست هاي ومن بعد تولي تتشك هاي فاتورة الضوء هاي فاتورة الماء هاي فاتورة كان قاعد في دار بايك فاتورة الضوء تجي لبايك مالا وين كي قد ربي يعمل عجة والحق وكل عجة شقعد فيها هي كعبة طماطم وسنتين ثوم ولا يزو ما تلكوش ولا الحكومة ذي راهي تعبة والله تعبة تصدقوني تعبت وادرسني هاني مرضت ودخل عاد البرد تو تشوف واحد يمشي والاخر وش لازمك تمرض انت مولف على روحك وما فماش دويات وما فماش الخروه باهي راه ولف روحك بالخروه وش بيه الفيكس خايب قالش ما فماش دويات ما فماش دويات ما فماش دويات وش لازمك تشري فيه انت الريشو اعمل كانو باهي راك الزنزانه باهي راه طارت نكزت كمت بالقارص الله يلي مال يا احسب والله يلزمنا نحسب له يا شعب حنين نحسب والله الحكومه ذي صدقوني سخفتني ولا مسخفت والله العظيم والله العظيم معاكم على الحكومه تحلفوني الحكومه ذي راهي تعبه في حال ولا باش ندبهم على الحكومه ذي باش نبكي دم على الحكومه ذي لو كنت نحوم اللي وشكون قعدت لنا بلي؟ شكون يزيد لنا ليسونس عقبة الليل؟ أنا نبكي وأنتم تضحكوا، كانت نحوها الحكومة هذه، وشكون يبدا راكد هكاك؟ تبدا راكد تحلم براك في باريس تلقى حارة العظام ولد بلفين، ابتكوها هذي ابتكوهاش راه. استحفظوا عليها استحفظوا، ولا بالحق استحفظوا عليها الحكومة هذي، استحفظوا عليها بكدا بكدا. يا شعب حنان اسمع كلامي تربح والله راي وتو سيدي نرجع لكلام شكسبير يا شعب وخي انزل على المقرونه راي الحكومه ذي شو الفقره المواليه في سهريتنا الليله مع هي الفقره مع سامي دريدي باش يعطينا العبره سمعت بك كريستيانو قال لك التنفيذه نتاعو ب 20 يورو معناها تعرف كان تشد الكحه شويه يجيب شهريتي وشهريتك معناتها على حساب تنفيذتي شهريتي تطلع ما تطلعش وين عندها طالع ها سامسون اش قال لك في شهريه كريستيانو باهي اي باهي حقا سامي العشاين تعداو لك باش ناكلوا حاجه ايش قولك اي نمشيو نمشيو اي وانت شنو شهيتك اللي يجي اللي يجي باهي ملا بدا تعدى الحسام زقلم روحك وهيقل شعرك وتنكلموك على شيء باهي باهي الو بابا هاني في الحومة تستحق حاجة باهي طونجيك تو باي باي سامحوني ولا لازمني نروح بابا حاجتو باهي نتقابلو من بعد إيه يا سامي وليدي يرحم والديك في الدوش وخاصة كي حكيت لي ظهري والله يا وليدي ما تتصورش قداش وليت خفيف 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 صح يا بابا صح وراني ما عنديش منك زوز يكثر خيرك قل لي اش عندك تعمل بعد من بعد يظهر خارج مع الاولاد يمكن ابطا خسارة اما مش مشكل اخرج وليدي تفرد مع اصحابك اما رد بالك على روحك علاه بابا سالت تحب على حاجه لا لا ما تحط شي في بالك تكلم بابا دي من عينيك عندك موضوع تحب تحكيه الحقيقه شتيت نمشي للمدينه العربي ونعمل قوى غادي ونتفكر صغري وما بتعرف ما نجمش نمشي برشا على ساقي وحبيتك تمشي معايا هذا اللي بيك بابا اتو نزك وندور قد ما تحب وتعمل قوى عربي على كيف كيفك اي والخرجه نتاعك مع اصحابك
اطول عضون هارخ واعطيني راك انت فرحان هذيك الفايده. بلا الله يعطيك الوقت الطيب يا وليدي ويبارك لك في صحتك. عايش بابا هيا بدا كل فطور بشبر. عبي لي معك صحين عايش ولدي. تدلل يا اخي شبيه سمي بتاعه من البكري نكلم فيه ما حبش يهز زعما لاباس. انا بيدي كلمته برشا مرات وما هزش. زعما نمشي له الداله ولا زعما نمشي له الحجام؟ والله ماني عارف. زيدوا درجين كان ما جاش تنمشي له للدار هذاك حل. تفهمنا. شنو يا بابا تفرطت اليوم؟ تعرف مستانس كي نمشي شويه على ساقيا يوجعوني واليوم سبحان الله كي مشيت معاك ما حسيت بحتى شيء. بابا ان شاء الله ديما راك لاباس وموجود في حياتي. ترى جرب قول لي حاب نمشي للقمره. للقمره جمله واحده؟ انا اعطيني راك فرحان وراضي علي. لحظه بابا. اهلا سامي شبين نكلم فيكم تهزش؟ والله ما تهيت بالتليفون جمل وتحبوا الحقيقه بابا حاب يخرج يتفرج يا اخي خرجت. هيا ادخلوا الاولاد شبيكم قاعدين برا؟ ادخلوا ادخلوا. هيا ادخلوا الاولاد ادخلوا دار داركم. بابا هواي من حساس جاب شي طلوا عليك اقعد. وين تعرفوا اليوم مشيت انا وبابا للمدينة العربي عملنا دوره تعمل 66 كيلو وبعد كنا شويه حلقوم وختمناها بكويس لتبول. شبيكم الاولاد ساكتين يا اخي حاشمين من بابا؟ لاباس الاولاد يا اخي فما حاجه مقلقتكم؟ سامي يا سامي فيق يا شخويا يا سامي ابوك مات ابوك مات يا سامي يا سامي فيق حاول تستوعب الحكايه. انا ما عادش نجم نقعد نشوف كاكاي ونبقى ساكت. تعرف سمسوم ولدي والله شهيدوش وحكى الظهري. ايوا انا شيهمني. شنيا شيهمني يا اخي انا شكون عندي؟ يا اخي تحكي بالرسمي انت شفتني الطيبه متاعك خليني نخرج خير. يا سام بوك يطلب. وش بيه يطلب زاد؟ مش هز عليه نقعد نجي. بدي هز على ابوك. بالله علاش بنهز عليه؟ هو ماشي يتفرج في اوتيل وتلفينا الواش. هيا نقعدوا. سام اش قولك نمشيو نعملوا دوره ونبدلوا جو؟ والله قلقت من القعده في الدار. بابا ابقى الشارع بلا خرج على روحك. صرعنا نحب معك. وزيد نتونس بيك. ما نكذبش عليك من بعد عندي تكبيره مع صحابي ما نجمش نبداها. مسكين سامي ندم على اللي عملوا في بوق قبل كي كان حي. سامي قوم عيش خويا وتلهي بروحك وعيش حياتك ودعي له بالراحه. يا أبي يا أبي يا أبي سعفني بكلام كلام أوصفك بيه يا رجل قبلة مني التجع عيدا سجادة صلاتك على إيدك على النظارة القديمة على كتابك على ثيابك على شيبك قبلة مني التجع عيدك سجادة صلاتك على إيدك على النظارة القديمة على كتابك على ثيابك على شيبك صورتك تطلع أمامي بأيما موقف خطير نجحت في تقليد صبرك يا ابو الصبر الكبير صورتك تطلع في بالي بأيما موقف خطير
نجحت في تقليد صبرك يا ابو الصبر الكبير، مسبحة بإيدك الأسرة وبصلاة تكتمل. يا أبي سعفني بكلام كلام أوصفك به يا رجل. تحية هذه من فريق البرنامج زميلنا وصديقنا قدور اللي فقد والده مؤخرا وكان ضيف على البرنامج عم ناول معهم. الله يرحمه قدور، البركة فيك، الله يرحمهم وينعمهم. يظهر لي هذيك ثنية الناس الكل أول حاجة، وثاني حاجة أهم حاجة أنه الناس اللي والدينا وإلا أصحابنا وإلا الناس اللي نحبوهم أنه نعديو معاهم أكثر ما يمكن من الوقت، أن كيف يمشي وعلى الأقل يمشي وراضين علينا، يمشي وهما شبعانين بينا، واللي خلف ما ماتش يا قدور. صلي على النبي قدور، بركة فيك أنت وربي يفضلك ميمتك ويفضلك وخياتك ويفضلك عائلتك. ونتصور أبوك اللي سمعته واللي كنت قريب له برشا واللي كان راضي عليك، دونك يظهر لي هذاك الأهم. أهم حاجة أنه كيف يتوفى الأب ولا الأم يكون راضي على والديه. زاد نحبوا باسمي وباسم فريق البرنامج الكل نرفع أحر التعازي لصديقتنا درساف الشعال اللي مالوغوزمون تعذر عليها المجيء اليوم، ايضا لفقدان والدها الله يرحمه وينعمه باسمي وباسم كامل فريق البرنامج نرفع لها احر التعازي ليها ولوالدتها، ربي فضلها لها وان شاء الله يرحم ربي يرحمهم وينعمهم وربي ان شاء الله يسكنهم فسيح جنانه، امين يا ارحم الراحمين. يلا سامي. هذه ديجا الفقره اللي قلت لك عليها نوعد بها المشاهدين كل جمعه، نطرحوا موضوع نفيقوا، الحقيقة أنا وظيفتي هنا أني نفيق روحي، نبدأ بروحي وبالعباد، كما شفت شوية في الجمهور ثم عباد تبكي، نتصور إذا والديهم متوفين، نتصور ثم عباد إذا والديهم حيين، أما عاملين الشر مع والديهم مش عاملين الخير. هو احنا يقول لك في 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 ثقافتنا يقول لك ما عظمك يا مصيبة الموت، خاطر أي إنسان مهما كانت بالنسبة لقدور الأب، فكل واحد كي يتوفى حد يرجعوا الذكرى عزيز فقده. فوالا الفيديو نتاعنا عبرتنا سوسن، صحيح اللي ماتوا الله يرحمهم، اما اللي مازالوا حيين ووالديه واولادهم ما همش قايمين بالواجب مع ابوه ولا امه، فرصه باش يفيق. معناها راهو بعد ما يموت بوك ولا امك راهو ما عادش فماش حتى فماش، معناها لا ينفع لنا دم كما نقول. قيد توا اللي عامل خايب مع امه ولا ابوه يفيق على وضعه، ما يسالش هذيك تقعد ديما امك وبوك، حتى تعمل معك الخايب ديما امك وبوك، وما تصورش امك وبوك يحب يعملوك حاجه خايبه، راهو لمصلحتك، حتى الخايب تخيلوا انت خايب راهو مش خايب، هذاك باهي هما يراو فيه لمصلحتك انت، دونك ان شاء الله الجمعه الجايه نحضروا حاجه جديده وعبره جديده. نحب نشكر العباد اللي تعبت معايا في الفيديو هذايا، خاطر خدمناه في وقت قصير ومزروب على الاخر باش نوصل نعمل لوماج البوكادور الله يرحمه، وتوا الله غالب زاد ابو وكيما كان يقول فقيد التلفزيون التونسي نجيب الخطاب، ما رضاء الله الا برضاء الوالدينك، الجمله الشهيره اللي تربينا عليها كل مره يحل بها البرنامج نتاعو. حنان باش نزيد كلمه عليه، راهو زاد حتى الوالدين اللي غادرونا يلزمنا نورثوا منهم الحاجات الباهيه، زاد راه مش البو والام كانوا موجودين كانت العائله ملمومه، مشاو هما تتفرق العائله، يلزمنا زاد راهم يحسوا بينا في العالم الاخر، يلزمنا نورثوا الحاجات الباهيه وربي يفضل الاولياء اللي مازالوا موجودين وربي يحنن القلوب على بعضها. انا نحب نقول لكم انا فرحانه برشا اليوم باللمه هذه، فرحت برشا وبكيت برشا وخرجتوني من الالم، ومازال مادام النفس يدخل ويخرج كما تقول امي نوجه لها تحيه، الامل موجود ربي يفضل النفس يدخل ويخرج. كلمه مباركه خاطر حق العباد اللي خدمتوا معايا نحب نسميهم خاطر تعبوا ما يسالش تقعدوا لهم هما. نحب نشكر حكيم الحميدي اللي صورنا، نحب نشكر فتح المكاوي اللي مثل بابا، ايمن حميد المعروف بابو، وحسن المغني اللي تعبوا معايا. يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم، يعطيك الصحة اللي فكرتني على خاطر تأثرنا الكل وتأثرنا على حنان خاصة قدور اللي مازالت سخونة، لطف عليك قدور، الله لا يوجعك، الله لا يوجعك، وإن شاء الله يا ربي تكون تكمل في المسيرة اللي بداها الوالد وتكون عند حسن ظن ويشوفك هو وين ما هو بالتصويرة اللي هو حب يشوفك بها.
نبدلوا الجو ونرجعوا نرجعوا للموسيقى، نرجعوا للموسيقى، نرجعوا لل حتى الجمهور ولا يبكي.
خلنا نلعبوا شويه، اش قالكم نلعبوا شويه قبل ما نتعداو للموزيكا والشتيح وكل خاطر باش تلعبوا. اش نلعبوا لعبه؟ كل واحد من لي كرونيكور باش نعطيكم ان تيم. وكل واحد على حسب التيم اللي باش نعطيه له باش يعطيني غنيه. نعرفكم تبارك عليكم كلكم تغني. انت ما غير ما تحكي لي عاد تدور في عراب تدور في العراب وجاوني اخبارك والدنيا هذيك معلمه قدور الارتيست وزاد كي ينحي اللحيه هذيك ويخرج الفنان اللي فيه زاد عنده صوت ما شاء الله عليه باللحيه راهو على فكره. خليني نذكرك يا مدام خليني نذكرك يا مدام حسسني كاني عندك خليني نذكرك يا مدام اللي ما تقولي مدام كانك عندك طبيب تحسسني قولي صح اختيه به وخيتي خلي مدام رجع مدام خليني نذكرك للا نذكرك اللي هذه راه وهي انا نذكرك بالخير علاش لا زينه ولا خاطر لا هي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لان سنه من السنن اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد به خلينا توا يعيشك في ومن استهزا بهذه فقد استهزا بسنه نتاع النبي صلى الله عليه وسلم يا وام الزيشي تو ما جايبين لا حبيبي ان شاء الله ما يجي باللحيه بجاه ربي يقي لينا ان شاء الله ما يحوكش يا قدور ان شاء الله قالك استهزوا ما استهزا حتى حد تعرف باش عمل لك شمتها فيك توا باش يغني لك دينيز باش نطلب منه يغني لك لا 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 سامحني باش يغني لك على الحب لا نغض نغض البصر انا سامحني في شطحة هيفا ما غضيتش البصر هاني فقت بك شطحة هيفا ما غضيتش البصر توا باش تغض البصر على دينيز ريتني انت اش تقدر ريتني سبحان الله اسمع تقدر. اللي يجي ما فهمتش انا اللي ندخل معاه في ديبا يا دينيس يحلل لي النوايا نتاعي ويشق على قلبي شو يقرش من فيه يا وخالتي مركبين له باش خلق وصور سبحان الله لو كان تسمح يا عربي يستر اكل ميكرو الشكوم باش نعطيك الخوك دينيس توا هكا تخلي مرات قيمها ايوا حنونة الله ربي تصفيق على خلايا تصفيق انا بون دينيز بحكم نعرف ذوقه هكا وندندنه هكا في المكياج وكل نعرف ذوقه ونعرفه يحب الموسيقى الراقيه ويحب ورده ويحب ام كلثوم ويحب دوك بش والموسيقى الترابيه الاصيله نتاع قبل 14 جانفي مش نتاع 14 جانفي معز اذا باش نطلب منك تغني لي غنيه ما نجمش نخرج من تيماتيك واضحه هكا تعيط يا بابا يا امي الحب غني لي حاجه على الحب الله على الحب اختار انت اختار هو لو كان ما نجمش لما حب نجمو نعيشو احنا ما نجموش نعيشو نعيشوا كان بالحب، ما نتحركوا كان بالحب، ما نتنفسوا كان بالحب، قالها عبد الوهاب يرحموا لولا الحب ما كان في الدنيا ولا انسان. يلا. حبك سفاح مجرم وماسك لي سلاح، حبك مانجا وتفاح، حبك مانجا وتفاح، قلبي ما كانش متاح، خزنة وملهاش مفتاح، لكن لما لقاك ارتاح، لكن لما لقاك ارتاح. توين عملت لك توين عملت له مقدمة طولها 3 كيلومتر، ويحب الترب وأغاني ما قبل 14 جانفي. أم كلثوم يا أخي العجة عليا بحب السفاح. هيا شوف لنا حاجة فيها حب بالحق. مش ترب بالحق بالحق. شوف لي حاجة أخرى، شوف لي حاجة تربية. شوف لنا وردة حاجة هكا. حاجة يا حبيبي نار، غني نار يا حبيبي نار. إي نار نار يا حبيبي نار. أه لو تعرف اللي أنا فيه والشوق اللي غلبت أدري كان قلبك يسهر ليالي مع قلبي ويقول له اوه يا
نحبك. يلا ميرسي يعيشك. ميرسي دنيس قدور. غني لنا على المكتوب. ربي يخفف مكتوبنا ان شاء الله الكل. والمكتوب اللي لمنا ومكاتبنا. الايام والمكتوب الاثنين بيا غروب وبعيد على المحبوب الايام دهري مر صبرتهم صبروا علي عليكم غام فراق الحياة ممر العيون يا الأصحاب صبرتهم صبروا الحياة ما مروه الأيام والمكتوب الاثنين بيا غروب وبعيد على المحبوب الأيام 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 دهري مروه قيس القرعة طيحت لك التام لأصحاب بما أنك سمنت شوية سي شوية أش باش تسمعنا على الأصحاب باش تعرفني أنت يا أخي العيب فينا عشقنا الحرام والمال العيب فينا عشقنا الحرام والمال والله 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 هن علينا والله هن علينا العرض وضعيف الحالة يا عربي ولاد الأصول تنعابة من لزمان عجيب ولاد الأصول تنعابة من لزمان عجيب ودمع الرجال سكاب وما يعيب كان العيب العيب عيب دمع الرجال صعيب دنيا يوم بيوم غريب أمر الزمان عجيب لازم لظالم يوم العيب فينا ضاع منا الحساس غلطنا نسينا الرحمة وحب الناس العيب فينا ضاع منا الحساس غلطنا نسينا الرحمة وحب الناس الطيبة صارت عيبة والظالم صار مظلوم الحر فارغ جيبة والغير ساهي يعوم الطيبة صارت عيبة والظلم صار مظلوم
الدنيا يوم بيوم، الدنيا يوم بيوم، عيب دمع الرجال صعيب، الدنيا يوم بيوم، غريب أمر الزمان عجيب، لازم نضالي بيوم، لازم نضالي بيوم. اخترنا طريق الفتنة، غلطنا نسينا كل ظلمنا جرحنا، العيب فينا اخترنا طريق الفتنة، غلطنا نسينا كل ظلمنا جرحنا، العز صار مذلة والرفس زاد غلال، خير يداوي العلة والشر صعيب يدوم، العز صار مذلة والرخص زاد غلال، الخير يداوي العلة والشر صيب يدوم، والدنيا يوم بيوم، والدنيا يوم بيوم، والدنيا يوم بيوم، والدنيا يوم بيوم. ميرسي. بركة الجمهور حافظ الغنية بالقديب القديب، يا ما شاء الله عليكم أمور الغبور، هو إذا تسمح لي سوسا ما شاء الله على صوته وعلى إحساسه برافو. لا تبارك الله عليكم ما شاء الله وتحياني. أمالين الجمهور تبارك الله الشباب قداش مغروم باش جو ربوف والحافظ الغنية نشوف فيه يتبع في الغنية بالكلمات. حبايبي مريم الزيرية صديقتنا وحبيبتنا وساكنة عندنا، مريم القرعة نتاعك طاحت، سامحني قرعة مش مني أنا، الخيانة، سمعنا حاجة على الخيانة. ولا هو قالوا لي درت وحدة جديدة، ما حنتك عليا بعيدة، وين راهي أنا لك بيداي، حنبوك ما تقولهاش عمري، ياه ولاتي يا حبي عيت معاك انا عمري ما نجري، وقالوا لي درت وحدة جديدة عمري، اه وعيت انا من الكبيدة، اه ما تقولهاش انت عمري، ايه ما تقولهاش هي حبي، خاين الله يجازيك ضريتني حرام عليك، شفيت فيا عديانية، ميرسي ميرسي بوكو. بالصحة مريم، احنا نحكيو على الخيانة والكذب والحكاية ذوما، انا نحب سامحوني يعني نستسمحكم الببليك والمسادة المشاهدين واصحابي، انا عشت تجربة انسانية كبيرة برشا وعميقة فيها برشا غصرة وبرشا وجيعة وبرشا الم، اما خرجت بالامل في روحي. اش معناها؟ معناها انا تو اليوم وصلت لمرحلة اني قادرة والله العظيم بيصدق اني نسامح اي حد عمل لي حاجة خايبة، اني نقول مثالش، اني نبعد، اني بعد التجربه الانسانيه مش باش نحكي انا، احنا مازال احتفلنا بال كيفاش مش احتفلنا نقولوا باللي احيينا اربعينيه بتاع اختي وصاحبتي وعشيرتي وعشيره الناس الكل بالاجماع، انا مش باش نحكي على فايزه المحرسي الفنانه، باش نحكي على فايزه المحرسي الانسانه الله يرحمها وينعمها، تحيه الى روح فقيده
الأغنية التونسية فايزة المحرسي. صدقني يا ساوسن يا جماعة، أنا كنت قربت لها على الآخر إنسانيا، راهي محليها المرأة هذيك، مش هي تو في دار الحق، وإحنا كنت أصحاب برشا، هو هذا اللي خرجت تعلمت منها وبالإجماع. فايزة إعلاميين مواطنين صحفيين كورجية كل الناس كلها تحبها، هذاك باش خرجت حبيت نقوله. أما بناء على غنيتك أنت الخيانة، كل شيء بعد ما يمشي العبد يولي تفاصيل، هي صفحتك فاكتب فيها مشاكل، تكتبوا الحاجة الباهية، خاطر فما نهار باش يجي فارق في الحياة ما عادش باش تذكر حتى شيء كان العبد هذاك شنو خلى. لطف عليك حنان، هذاك شقلت حتى لنا المريم مثالش، نسامحوا بعضنا الدنيا فيها الموت كما كانت تقول حنان. نحب نوجه تحية زايدة لعائلتها في جربة اللي يتفرجوا فينا، قول لهم راهي فايزة دائما في القلب، فايزة دائما في القلب، فايزة دائما في القلب. بطبيعة فايزة المحرسي كما قالت حنان، بخلاف اللي هي فنانة من خيرة الأصوات اللي كانوا عنا في الساحة الفنية التونسية، فايزة زادة معروفة بقلبها الطيب ببرشا محبة. أنت حنان كانت اللي عرفته واللي سمعته من خلال واللي خرج بعد وفاة فايزة من علاقاتها وأصدقائها، وخرجت العلاقة القريبة اللي ما بيناتكم، وسمعت زادة اللي فما عمل كنتوا عملتوه مع بعضكم وكنتوا قراب برشا وسجلتوا حاجة يظهر لي مع بعضكم، ولا عملتوا سجلنا خدمة مع 2015 سجلنا أغنية استدعتني هي، خاطر حب فيا تحب تشجعني تقف معايا باش نقول لك معناها شو الإنسان محلاه. تو أنا صوتي نجم تكون 2% يحبوه و98% ما يحبوش. سمعنا كميات عديت استدعتني باش نغني معاها. سمعنا هو ولا لا، هو ولا لا، هو ولا لا، ولا نشرب كاس دواء، هو هو ولا لا، هو ولا لا، ولا نشرب ونعمها فايزة المحرسي. الصوت اللي كنتوا تسمعوا فيه هو صوت حنان شجراني في المقطع سوري تخطوط تخطوط. حنان متأثرة ونفهمها على خاطر فايزة تقابلت معاها شوية في بلاتويت متاع تلفزة، بخلاف اللي هي صوت من خيرة معطات الساحة الفنية الموسيقية في تونس، هي زادة إنسانة قلبها كبير برشا، تحب الناس الكل. شفتوا كوثر بالحاج، شفتوا برشا وجوه تلفزية في الكليب هذايا.
لطف عليك حنان. نحب نقول كلمه واحده، انا برشا عبيد اللي متذوم ساعتنا بالتصويره ولا خاطر بحكم خدمتنا ذيك هي معناها باش تكون موجود باش تفرح الناس باش تعطي طاقه ايجابيه للناس، يبداو ينبروا مثلا يقول لك انت صاحبتك ما زلت كي توفات. احكي تحكي فيه برشا الموضوع هذاك يا حنان، خلينا نخليوك التصويره. ميساج اشك فوا نحبوا نعديو ميساج. انا نحب نقول لكم حاجه، انا فايزه قبل ما تتوفى بجمعه انا بحذاها بجنبها بدات تتعب، وقلت لها انا نحضر في برنامج هذاك لازيته القناه الاخرى، تقول لي قوم برا امشي اخدم، نحب الراك ديما ناجحه وديما الفوق وديما لامعه. راهو ايش نقول لكم حاجه من داخل نتالموا، اما عندنا الامل مسؤوليه لكم انتوما. الله يرحمك فايزه. الله يرحمها فايزة المحرسي صديقة الجميع، إن شاء الله يا ربي يجعل مثواها الجنة وربي يصبر عائلتها ويصبر أصدقائها وأحبابها وجمهورها. عائلتها في جربة، تحية لهم، ربي صبرهم وإن شاء الله ربي يجعل مثواها الجنة. نحب أقول لكم أنا باش نغادركم توا وربي يفضلكم وإن شاء الله ربي ينجحنا الناس كل ومحلينا ومحلى لمتنا. نحب نقدم تحية كبيرة برشا ليليا بن عزيزة حبيبتي وصديقتي، غفران موتئين دكتورتي بوثينة تراد وصديقتي منال جبسي اللي جات معايا لهنا، ونحب نحييهم الكل واقفين معايا. وسوسونا الغالية كلمة ليك أنت، محليك محليك محليك، برافو. يحلي أيامك يحلي أيامك يا حنان يا باهية، عايشك يا حنونة. حظ سعيد في حظ سعيد حنونة في خدمتك في مسرحك وفي حياتك الكل. وتوا باش نمشيو مع لي بون بلان ولي بون زادغيس تجيبهم لنا هيفا حبيب. Bonnes adresses, moi et Haïfa, je vais lancer comme أول بون بلان اي اون ميور ادريس. وباش نبداو مع الجمال والاناقه، نحب نحكي اليوم على انسانه اون كرياتريس دو بوتي دو مود عزيزه برشا على قلبي، تجمع بين الاصاله والتقليد والمودرنيزم. نحب نحكي على مدام مونيا جنيح بوغميزه. كل شيء باش نخليكم تتفرجوا انتم والسادة المشاهدين على ال في تي ار، ومن بعد نرجعوا نحكيوا اكثر. يلا مرحبا بكم، انا مونيا جنايح اصيله مدينه القيروان. نحب نحكي لكم شويه على الميزون تاعي. تو بريسك 43 سنه، معناها عندنا كارير عنده وزن وعنده اصاله وعنده بون. انا مغرومه راني ملي انا صغيره. بون تبعت الوالده كانت طرازه كبيره وخياطه، وانا تبعت الاتجاه نتاعها وحبيتها المهنه هذه وحبيتها ونجحت فيها ووصلت لهالمستوى هذا اللي انا كنت نتمناه ملي انا صغيره. اون بليس اذا بناتي معناها حبوا هالدومين هذايا ونجحوا فيه. وعندي بنتي هي ضحى، هذه ارشيتيك دانتيريور، وزادا تغرمت بالخدمه نتاعنا وهي توا موهوبه وعملت زادا كرياسيون وعملت برشا حاجات. اون بليس زادا عندي بنتي الاخرى قرات في باريس، زادا الحقيقه معناها عملت خبره على الاخر ومستوى راقي. راك تشوفي برشا موداليات، نحن رانا كنا نخدموا اون ايكيب، كل واحده وستيل الخدمه نتاعها، كل واحده وتعطي في الحاجات اللي هي تحب تخدمهم. وهك شفت الميزون معناها كلها متكامله، كلنا من التراديسيونيل من المودرن من الحاجات اللي تحبهم، كل شيء كل شيء موجود. كوليكسيون 2023 باش نلقاو فيها برشا شوا، فما الشارجي فما السامبل. والكوليكسيون 2023 فيها كوليكسيون باي مونيا باي ضحى وباي فاتن. كيما
كما كنتوا تشوفوا لا ميزون بوغميزا كي فوندي بار مدام مونيا جنايح بوغميزا موجوده في القروين وفي سوسه ان شاء الله بيانتو باش نلقاوها ان بو بارتو في تونس. الجمعه الجايه ان شاء الله نوعدوكم بان غران ديفيلي باش تكون معنا مدام مونيا جنايح. قلت لكم اللي لا ميزون بوغميزا الغيوني ما بين الاصاله التقليدي وما بين المودرنيزم. سي اون سوسيتي دو فامي يستعملوا كان دي تيسو تري نوبل دي ماتيير اكسبسيونيل دي كرياسيون اكسبسيونيل. Donc, Denise, tu t'as. وقت وقت الفيزيت نتاعنا كي مشينا لها للبوتيك نتاعها سيتي سور 3 ايتاج في سوسه سيتي اكسترورديناير وشفنا وانت لبست من عندها كي مشيت الفستيفال المصري انا في فستيفال الافضل في وشوشه في مصر لبست من عندها ودايوغ انا من اول زمان نلبس كان من عند مدام نعرف اي فاملي صغيره اي فوالا فوالا دونك نحيوها برشا عندها فريمون دي بوز ارتيكل وكما قلت فما سي غار دينيز انه تلقى شكون يجمع بين حاجه مودرن وحاجه تقليديه بيان سور تلقى للعروسه تلقى للوطيه تلقى حتى الطريون القروي يتخدم باليد معناتها التريزه كلها مخدومه باليد ان ترافاي اكسبسيونيل بالحق معناها ولقيت عندها ان كوان زاد كيف كيف يخص الرجال معناها اللبسه التقليديه نتاع الرجال كي يبدا في اللوطيه راجل باش يلبس ولا في الحنة نتاعو راجل باش يلبس اي بالحق اللبسه العربي والبرنوس والجبه دونك ان شاء الله الجمعه الجايه باش تلقاو معنا مدام مونيا جنايح بوغميزا لا فونداتريس دو بوغميزا كوتور دونك ان شاء الله الجمعه الجايه نوعدوكم ان غران ديفيلي توا وقايد لو دوزيام بون بلان مع زياد ايلين كونفور زيد الجلولي لو ريبريزونتون دو ايلين كونفور مرحبا بيك ايلين كونفور اللي كان البارح لوفيرتور نتاع شوروم الجديد اللي موجود في المنيلة ما نعرفش كان فما شكون فيكم تبع لي ستوري نتاعي كنت مشيت انا البارح مشى سامي الدريدي مهدي الوليده والوساده مشى معانا البارح للشوروم تاع المنيله اون ا ديكوفير شنو عندهم لي سالون لي سالا مانجي لي سيجور لي شامبر اكوشي بور لي غران لي ادولت ولي جونيور و لي انفان دونك عندكم ان لارج شوا للي باش يحب يبدل الموبل للعرايس ان شاء الله ربي يهني الناس الكل دونك عندكم ان لارج شوا وتنجموا تختاروا لي تيسيو اللي تحبوا عليهم لي ماتيير اللي تحبوا عليهم لي كولور اللي تحبوا عليهم اما باش نزيد نعطيكم اون سوربريز اللي زياد الجلولي ان شاء الله افيك ايلين كونفور اون فالونسي مسابقه دونك باش يعطينا هو اكثر دي ديتاي عليها مرحبا بكم حبيت نفكر الناس الكل اللي البارح عملنا لوفرتير نتاع شوروم المنيهله جديده في تونس العاصمه ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك ان شاء الله بالرزق حاجه طياره على الاخر حاجه مانيفيك الحقيقه انا جاي لا شانس باش زرت الشوروم دونك احكي لنا على المسابقه المسابقة إن شاء الله مش نعملوا التيراج نتاعها نهار 5 فيفري بحذاكم إن شاء الله في استوديو الإعلان على الفائز باش يكون إن شاء الله نهار 5 فيفري في بلاتو استوديو مشكور أحكي لنا زياد على المسابقة كيفاش باش تتم والسادة المشاهدين كيفاه ينجموا يشاركوا في المسابقة المسابقة مازالت متواصلة حتى لنهار 31 جانفي أي إنسان يعدي كوموند من عندي لين كونفور عنده فما نمرو نتاع بوند كوموند نمرو بوند كوموند مش نعملو تواصل مش نعملو تواصل نقيدو فيه نمرو البوند كوموند الاسم واللقب رقم الهاتف نتاع الحريف مش نعملو تيراج وصار اللي مش يطلع اسمه اللي مش يطلع ظهره مزيان مش يربح لاشام نتاعو كامل يكون بلاش الله الله من اليوم
اليوم حتى ال 31 جانفي ان شاء الله اللي باش يشري موبل من عند إيلين كونفور باش يتحط اسمه يعطيوه انتيكي يتحط اسمه في القرعه وان شاء الله لو تيراج او سور il sera نهار 5 فيفري في بلاتو ستوديو مان. اللي فهمته معناها انا كي ناخذ حاجه من عندك أي. ونخلصها كي طلع اسمي في القرعه ترجع لي فلوسي؟ ترجع لك فلوسك رومبورسابل كامل المبلغ طيار. ايوا سي زيد عندي شي حاجه اخرى تحب تحكي لنا عليها؟ ان شاء الله كان الخير نعاود نفكروا الناس الكل اللي عندنا فاسيليتي دو بايمون توصل لل 20 شهر سون انتيري. لا بربي تصفيق عليها هذيك. في بالي اون بروميير في تونس بالنسبه للي موبل، لي موبل مع الي كونفور سون غارونتي. عندنا غارونتي 2 ans عامين. ما عندناش شرط في الافونس نزيدو، ما عندناش شرط في الافونس سونز اوبليغاسيون في الافونس في الفاسيليتي. معناها الحريف كي يجي باش يعمل كوموند يجي يشري الموبل من عندكم من غير ما يدفع افونس سونز اوبليغاسيون على الافونس. ونزيدوكم مع إيلين كونفور اللي الموبل نتاعكم إلي غارونتي لمده عامين. واللي ما ينجمش يوصل بحذانا اللي يكون بعيد كالعاده عنده الباج فيسبوك باج انستغرام تشوفوهم اسفل الشاشه موجودين تلقاهم موجودين اسفل الشاشه. شوروم سوسه معناتها انتم تعملوا ليفريزون الكامل تراب الجمهوريه. شوروم سوسه شوروم صفاقس اللي ما ينجمش يجي يبعث لنا نمرو في ميساج بريفي احنا نكملوا نتصلوا به ونوسعوا بيننا معاه بالقدا بالقدا. نشكرك زياد. كما كنتوا تشوفوا إيلين كونفور إلا ميور أدريس أجوردي اليوم في تونس بور لي موبل. كما كان يحكي لكم على لا فاسيليتي دو بايمون على لا كاليتي دو برودوي اللي تلقاوها مع إيلين كونفور. دونك نعاود نفكركم اللي إيلين كونفور موجودة في صفاقس في سوسة وحلت ديرنييرمون في المنيلة في تونس. دونك نشكروه. توا وقت الجمال ووقت الأناقة وقت قيس كواف. قيس كواف مرحبا بيك. الاسم قيس كواف عنوان؟ العنوان حدائق المنزه 2. الله قيس مرحبا بيك. بيك عايش. السنتر قيس كواف باش نعرفوا به اكثر الساده المشاهدين فيه بليزيور بريستاسيون بليزيور سبيسياليتي من الكولوراسيون للميش لي سوان دو فيزاج سوان دي مان سوان دي بيي. سؤال السنتر نتاعكم إلي سبيسياليزي بور هوم فام معناتها ميكس والا جوست بور فام؟ السنتر نتاعنا موجود السنتر نتاعنا بور فام كهو بور فام كهو. بورتو انا العصفوره قالت لي اللي فما شكون من ليكيب نتاعنا مشى وفرحوا به في السنتر هكا ولا اللي هو سامي الدريدي. صحيح اخي بور فامك هو هو بور فامك هو دخلت هنا والله تذبح ليه يا ربي تذبح ليه على اساس باش نعمل روشي كلمته على انستغرام قال لي مرحبا ما في باليش بيه حكيت بور فام برك دخلت الصالون عمل لي سوان ديما فيزاج شعر وعمل لي بروتين وبروشيك وخرج تو سمعت المعلومه اللي هو بوغ فام برك. صحة 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 يا سيدي وين اقول وجهك ضاوي هكا تبارك الله ومنور. وانت كي مشيت له ماكش قاعده تشوف نساء دايرين بيك قاعدين في بالي عادي ميكس ميكس تاع ايوه خيّن تخيل اما خويا سونتر هكا لوكس برك وخدمتك هكا واحسن حاجه فيك تعجبني الضحك يا خويا ديما الضحكه موجوده بالحق بالحق جو كونفيرم
L'équipe du centre Qais Kouaf, ils sont très dynamiques, très professionnels, en tenue, ils sont tous kif kif. Qais, à part que tu es un visagiste coloriste, et tu sais, tu as des formations, tu es un formateur. Je fais des formations, les jeunes, ils viennent, que ce soit dans le domaine, ils ont un rôle, que ce soit débutant, ils veulent entrer dans le domaine de Tiana. نعاونوهم ونعطيهم شنو يستحقوا في الدومين باش يبداو يخدموا في الدومين. وإلا نعرفوا في الدومين هذا فو ميو ديما اتر على باج معناتها نتصور انك انت بجودك ديما تعمل دي فورماسيون في تونس والبرا من تونس باش تكون مطلع على لي نوفوتي وعلى شفما جديد في الموضه والا في لي تكنيك اللي تستعملوهم هكا ولا لا. هيفا معدل كل شهر نمشي نعمل فورماسيون لبرا كسوا في تركيا في ايطاليا في دبي في الجزائر مشيت المغرب مشيت لبرشا بلايص تكونت فيهم وكونت عباد زاده في البرجر. قاعدين نشوفوا ديجا في التصاور ولي ريزولتا في الكولوراسيون في ليماج في ليزيكستونسيون بجميع انواعها زاده. موجودين هذوما شويه موجودين برشا على الانستغرام تاعنا على الباج على السيت ويب موجودين اكثر فيديوهات موجودين لافون وابخي فيهم. تلقاهم الكل توسكي الباج انستغرام والباج فيسبوك. باج انستغرام قايس كواف. فيسبوك قايس كواف سيت ويب قايس كواف كاللوغو ديما هو بيدو في ثلاثة حاجات واللي انتريسي بيان سور ينجم يلقى لو سونتر في حديقة المنزه اثنين هكا واللي دونك ان شاء الله انت باش تكون معنا في الموسم الكل وكل مرة باش توعدنا انك تجيب لنا دي زاستوس دي نوفوتي في الموضة في فوالا بور لي شوفو اي بور لا بوتي ونخدموا زادا نوريو للمشاهد خدمتنا أنا باش تجيبوا حذايا أنتم أكيد باش تصوروا أكيد أنا الأولى باش نجي باش مرحبا بك الثانية لا أنا فار ولادك باش نتكلم كلمة أنا مشيت بحذا قايس مشيت ما جمعوهاش كما سامي قعدت شربت قهوة ليه شربت قهوة عادي قعدت شربت قهوة شفت ميم ليكيب اللي يخدموا معاه خرجوا سلموا عليه بالحق عنده ليكيب مزيانة مزيانة على الأخر خي ديناميك بروفيسيونيل على الأخر أون توني معناتها حاجة بالحق نظيفة على الأخر ويسون إكسيبسيونيل بالحق نحب نشكر شكر كبير ليكيب نتاعي اللي هما واقفين معايا وجهولهم تحية اللي هما بالرسمي يخدموا معناها في حاجة نتاعهم اي فوالا وهذيك هي راهو كسوا انا موجود في تونس نخدم معاهم كسوا انا مانيش في تونس ديما تلقاهم واقفين اعتبار انا موجود كل واحد نشكرهم برشا هذاك هو النجاح هذاك هو النجاح نشكر قيس عندك كلمه ختام نحب نشكركم على الاستضافه هذه ان شاء الله نكون خفيف ظل عليكم موسم كامل ما شاء الله موسم كامل وخفيف الظل ان شاء الله باش نتقابلوا تخي بيانتو وتوعدنا وتوعد الساده المشاهدين باللي زاستوس بوتي وباللي نوفوتي كل مره نشكر مرتي زاد اللي واقفه معايا نوجه لها تحيه بون بلان وتوا باش نحكيو على لا ميور ادريس مع سامي دريدي ريسكي فواياج هاي سامي عطينا اش عندك جديد الفقرة هذيا عندي انا الفقرة المفضلة بالطبيعة رزقي فواياج عينيك تولي قلوب قلوب انا والله في الحومة يسخلوني نخدم على رزقي فواياج ما يسخلونيش نخدم كرونيكور ونقدم في فقرة رزقي فواياج والله يحبوا يريزرفيو من عندي انا مش مشكل نعاون صاحبي وما حد يحكي لي قال لي الوالد امه تحية له فطلعت له سيف قالت له يا رزق يا سامي عنده جديد مع رزقي فواياج رزقي فواياج هي باغمي لي ميور اجونس في تونس معناها الحقيقه بشهاده الجميع اللي جربوا من صحابي من عمنا وديجا نخدم معاه موجود في لافايت موجود في المولوج وموجود في الحمامات هذوما تغواز ادغيس اللي قرات فيهم رزقي فواياج معروف كل شيء تحب تعمل ريزرفاسيون دوتيل في تونس تحب تعمل فواياج اورجانيزي برا كيف كيف تكلموا تحب تمشي للسيركوي تاع النور ولا السود كيف كيف تلقاها مع ريسكي فواياج تحب تسافر لدبي مغرب اي بلاصه في العالم موجود كيف كيف العمره دخل سنه العمره كل شيء موجود مع ريسكي فواياج بيان سور اليوم باش نحكي على حاجتين باش نحكي على فواياج لاسطنبول وباش نحكي على ليزوتيل في تونس نبداو بالفواياج تاع اسطنبول علاش نحكي عليه على خاطر برشا فينا يحب يتفرهد ويكسر الروتين
رزقي فواياج عمل فازة جديدة ما صارتش عندنا ما صارتش. شو عمل رزقي فواياج؟ عمل فواياج لاسطنبول 7 أيام و6 ليالي أباختيغ من 999 دينار. هذه أول مرة نسمعوا بها. هذه كيفاش تصير؟ الباك تاع 999 دينار اش فيها؟ فيها الريزرفاسيون دوتيل في تركيا، فيها الترانسفير، وفيها الاكسكورسيون اللي هما 5. دونك تريزيرفي الباك من توا، ومن بعد سوم البي باش تزيدوا زياده. كيفاش؟ تقول له مثلا راني نحب نسافر في الدات الفلانيه، يقص لك على الدات الفلانيه. واضحين؟ يجيك سوم باهي، معناها تحسب سوم البي بسوم 999، يجيك معناها الباك سومها ياسر طياره ورخيص، وفما فاسيليتي دو بايمون عام كامل مع ريسكي فواياج. معناها على عام تخلص الفواياج نتاعك، وكان عندك دي بون سو ديكسو كيف كيف اللي يخدموا برشا يخدموا عندهم لي بون يلموهم ينجموا يسافروا بهم مع ريسكي فواياج. دونك هذه حاجه تريز انتيريسونت عندي، اللي يحب يمشي لاسطنبول يجرب ياخذ الباك هذا مع ريسكي فواياج، خاطرها سومها يكون طياره على الاخر. دونك في بيريود الفواياج هذا ولا اش معناها في بيريود؟ معناتها فما اون بيريود بالنسبه ما تفوتش 31 مارس بيان سور، ما تفوتوش 31 مارس. ماذا بيك من توا تبدا تريزيرفي، كل ما تريزيرفي توا كل ما يجيك السوم اقل سورتو في البيت. هذه بالنسبه للريزرفاسيون، لكن الفواياج تنجم تعمل ينجم يخرج من توا، ينجم يخرج ابارتي من توا على روح جوست ريزرفاسيون على السوم هذا. صحيح. اعطينا شو عندك اخر مع ريسكي فواياج؟ توا باش نتعداو لتونس. ريسكي فواياج عنده ارخص سوم وتيل في تونس، تنجم تمشي تتفرهد فيه، تعمل ليله تاكل وترقد ابارتيغ من 32 دينار اون ال بي دي. معناها تمشي الحمامات في اوتيل المناره كما قاعد نشوف فيه، هذه 32 دينار اون ال بي دي، واللي عنده بيبي مون دو زون يمشي غراتي. كيف كيف نلقاو رياض بالم في سوسه ابارتيغ من 54 دينار اون ال بي دي، وكان عندك صغير اقل من 12 سنه يمشي بلاش مع ريسكي فواياج. نتعدلوا تالي من بعده. ثم ايدان ياسمين في الحمامات ابارتيغ من 59 دينار اون ال بي دي، واللي عنده بيبي مون دو زون كيف كيف يمشي غراتوي معاهم. نتعدلوا لوتيل سيراي، سيراي ابارتيغ من 59 دينار دومي بونسيون، واللي عنده صغرون اقل من 12 سنه يمشي بلاش كيف كيف يتفرهد. نتعدلوا دير المرادي في الحمامات ابارتيغ دو 71 دينار، واللي عنده صغرون زاد اقل من 12 سنه بلاش. نتعدلوا كيف كيف المرادي بالاس سوسه المره دي ابارتيغ من 71 دينار اون ال بي دي، واللي عنده بيبي صغرون يهزوا معاه بلاش. الهامبرا تلاسو في الحمامات ابارتيغ من 72 دينار بونسيون كومبليت، واللي عنده بيبي كيف كيف يهزوا بلاش. باغادي بالاس حمامات ابارتيغ من 75 دينار اون دومي بونسيون، واللي عنده بيبي بلاش. باهي نتعداو للماجيك لايف، هذا تروبيكا بيتش، هذا في تبرق ابارتيغ من 78 دينار اون ال بي دي، واللي عنده صغرون اقل من 4 سنين يهزوا معاه بلاش. عندنا الكونكورد ماركو بولو في الحمامات ابارتيغ من 79 دينار اون دومي بونسيون، واللي عنده بيبي يهزوا معاه بلاش. كيف كيف نتعداو توا اوتيل اخر في الحمامات اللي هو الفينيسيا ابارتيغ من 84 دينار اون دومي بونسيون، واللي عنده بامبينو يهزوا معاه بلاش. المرادي حمام بورقيبه هذا في عين دراهم، هذا قيد توا باش تمشيو تشوفوا الثلج ابارتيغ من 86 دينار اون ال بي دي، وكيف كيف اللي عنده بامبينو يهزوا معاه بلاش. ايبيرو ستار في الحمامات هذا ابارتيغ من 89 دينار اون دومي بونسيون، واللي عنده بيبي يهزوا معاه بلاش. نتعداو ليبيرو ستار كوريات بالاس هذا توا في المستير ابارتيغ من 104000 اون بونسيون كومبليت، اللي معاه بيبي يهزوا معاه بلاش. ثم ليبيرو ستار ديار الاندلس في سوسه اوتيل 5 اتوال ابارتيغ من 105 دينار اون دومي بونسيون، واللي عنده بيبي صغرون يهزوا معاه بلاش. نتعداو زاد كيف كيف اوتيل في سوسه اللي هو الماجيك لايف رويال كنز ابارتيغ من 105 دينارات اول ان سوفت، هذا دونك اول انكلوزيف تشرب وتاكل بلاش وجاوك باهي. وعندنا بلازور تلاسو حمامات 4 اتوال ابارتيغ من 116 دينار اون دومي بونسيون، واللي عنده صغرون اقل من 6 سنين يهزوا معاه بلاش. نتعداو للماجيك لايف افريكانا اوتيل 5 اتوال في الحمامات ابارتيغ دو 120 دينار اول انكلوزيف، هذا واللي عنده صغرون زاد 4 سنين واقل يهزوا معاه بلاش. عندنا اوتيل تبركه تلاسو في تبرق ابارتيغ من 120 دينار اون دومي بونسيون، واللي عنده بامبينو اقل من 4 سنين كيف كيف يهزوا معاه بلاش. هذوما الكل مع ريسكي فواياج تلقاهم. ميرسي سامي. نحب نذكر العباد اللي يحب يمشيوا يريزيرفيو مع ريسكي فواياج يدخلوا على باج فيسبوك نتاعهم ريسكي فواياج الوزير، والا على السيت ويب www.riskyvoyage.com، والا على انستغرام ريسكي فواياج يكونتاكتيهم يريزيرفي من عندهم سورتو الفواياج تاع اسطنبول، واللي يحب يفرهد الفاميليا يمشي للزوتيل دي بروموسيون دي زوفر سبيسيو مع ريسكي فواياج. ميرسي.
مازلنا في لي بون بلان لي بون ادريس وتوا باش نمشيو للسبيس نيت مع سامي دريدي. اي سامي. اي سيدي. اش عنا؟ اللي يقول سبيس نيت شو يقول؟ ارخص سمعه على النت. اش معناه؟ معناه اي برودوي في مخك تخمم فيه تدخل على سيت سبيس نيت تلقاه هو ارخص سمعه على النت. ابعد على الماكل. تخمم فيه تلفزه، فريجيدير، تليفون، مكياج، بسكليت، موتور، ادخل على سيت سبيس نت، كي تلقى سوم ارخص من سبيس نت على النت، كلمنا ولا كلمهم هما، تنجم تاخذه حتى بلاش. دونك سبيس نت عامله التحدي اللي هي ارخص سوم على النت. دونك اليوم باش نحكيو على حاجه مزيانه عند سبيس نت، ما نحبش نحرق الساده المشاهدين على نزيدوا قدرة التخزين وجودة الشاشة وعدة مميزات أخرى زيدهم تواجد كل التطبيقات من خلال App Gallery اللي تنجم من خلالها تنزيل التطبيقات وحتى القيام بعمليات شراء الخاصة التجارية في التطبيقات والألعاب كما Free Fire. التليفون مناسب للحريف التونسي اللي لو جعل تليفون ديزاين مزيان كاميرا تصور له كل ما يحب يبرتجيه مع أصحابه في شبكة التواصل الاجتماعي بجودة عالية. تليفون يتشارجا فيه ساعة ويشد الشارج وفيه التطبيقات الكل من غير مشاكل. هذا الكل بسعر مناسب 699 دينار وبتسهيلات كبيرة في الخلاص حتى لستة شهور من غير زيادة في السوق. توفره لنا سبيس نت لكليوناتها العزيز من غير ما ننساو الكادو اللي توفره لنا سبيس نت على كل تليفون يشري الحريف وهو باور بانك 5000 ملي أمبير. دليل كبير من سبيس نت لكل محبي تليفونات الهواوي وكالعادة بالتجربة مش كلام. ملا سبيس نيت وملا افار وملا هواوي. اش قولك في التليفون؟ اي حاجه روعه. اللي كاركترستيك طاير على الاخر والبخي نتاعو 699 دينار عندي انا نجم نحكي عليه وانا متفرج. باللي كاركترستيك اللي كاركترستيك هذوكم ب 699 دينار وتنجم تخلصوا على 6 مرات مع عند سبيس نيت. 6 مرات من غير بالحق السوم ليس طاير ومن غير حتى انتيريس. من غير انتيريس تخلص مرتاح. باهي ثم ثلاثة حاجات تحب نحكي عليهم في التليفون هواوي وفي هذاك وفي اون جينيرال عند هواوي. تو برشا ناس يقولوا هواوي علاش ما ناخذوش؟ يقول لك خاطر لي زابليكاسيون ما عادش موجودين، فيسبوك، انستغرام ما عادش موجوده البلاي ستور واب ستور عندهم. اللي هو بلاي ستور في الاندرويد. هواوي عامله ابليكاسيون نتاعهم اللي هي اب جالوري. الاب جالوري هذايا تدخل تيليشارجي منها لي زابليكاسيون الكل. باش نوريكم اكزومبل تاع ابليكاسيوناتهم كيما قاعدين تشوفوا هنايا. هذه الاب جالوري. ايه اب جالوري تدخل لها الاب جالوري تهبط منها لي زابليكاسيون هذوما اللي هما مهمين على الاخر فيسبوك انستغرام سناب شات
اي ابليكاسيون تخمم فيها تلقاها لو جروب ميتال كل معناها صحيح تلقاها في اب جالوري. هذه الناس كل ماشي بالها ما فماش لي ابليكاسيون في هواوي بعد ما تنحات من البلاي ستور. البلاي ستور هما لي ابليكاسيون فوالا. حاجه اخرى طياره على الاخر العباد تلعب لي جو تلعب لي جو تحب تشري ديامون تمام برشا جو فيها مكان الفاست باش تدفع بالدولار في تونس ما نجمش نخلصوا بالدولار. في الاب ستور في الاب جالوري هذيك تهبط الابليكاسيون منها عندك البوسيبيليتي انك تخلص بالسود بتاع التليفون. داكوغ دونك تحب تاخذ حاجه تشريها يعطيها لك اون دولار انت تكليك عليها ويكونفرتيها لك بالفلوس التونسيه وتحط نمرك تاع التليفون وتشريها من تليفونك وتقعد تلعب وجوك احلى جو. والابليكاسيون هذه تمشي مع اي تليفون اندرويد معناها الاب جالوري تنجم تصبها في اي تليفون اندرويد ماهيش مربوطه بالهواوي. واضحين؟ ثم حاجة أخرى ياسر مزيانة عند هواوي. ثم أبليكاسيون اسمها فون كلود. شنو تعمل فون كلود؟ هذه مثلا إكزومبل أنت شريت تليفون. وعندك تليفون واحد آخر. تحل الفون كلود من هنا وتحله من هنا وتكوبي لي دوني الكل. اللي هو يسهل بالنسبة للعبد اللي باش يبدل التليفون صحيح. يسهل له لي دوني نتاعو كلهم. شو يهبط انستغرام وحده وفيسبوك وحده وتصور وعاد يهبطهم غادي ونمر وعاد يعمل سامبل كليك كلون من يصير كلوناج معناها واللي عندك تليفونك دوبل. واضحين؟ دونك هذه ابليكاسيون عندنا ياسر طياره. وكان ما لقيتش ابليكاسيون حارت مثلا دخلت اب جالوري وما لقيتش ابليكاسيون تتلوج عليها عملوا لك ابليكاسيون اخرى اللي هي جي سبيس. تدخل الجي سبيس تلقى اي ابليكاسيون غايبه عليك تلقى معناها اي ابليكاسيون في مخك مش تلقاها عند هواوي. واضحين؟ كما قلنا التليفون هذا تلقاه عند سبيس نت تنجم تاخذه على 6 مرات. واي حاجه تحب تخيلها تاخذها من عند سبيس نت موجوده. مثلا انت تو باش تعرس تحب تزهز تمشي سبيس نت تاخذ القضيه نتاعك تجاهم عليك الحسب. مع سبيس نت تنجم تخلص على 60 شهر 60 شهر معناها القضيه نتاعك يقسموها لك على 60 شهر وجوك احلى جو. وكان يكرو تريتي والا تخدم ايتاتيك والا بريفي السوفي يبدا عندك كونت كورون تنجم تاخذ اللوفر هذايا وتخلص على 60 شهر. ونعاود نقول لكم على سبيس نت ديما تلقى ارخص سوم على النت. اللي حاب يزور الموقع اي فوالا اللي حاب يمشي سعر سبيس نت نجم يمشي يلقاها في الشرقيه في اريانا المنزا 5 لافايت والا رود مارسي. سينو يدخل على سبيس نت بوان تي ان السيت ويب نتاعهم ولا على الباج فيسبوك سبيس نت والا على الانستغرام سبيس نت والا يهبط الابليكاسيون سبيس نت على التليفون وكل شيء موجود. على عندهم ابليكاسيون اسمها سبيس نت. وفي الابليكاسيون حاجه ذكرتني فيها تو انت قلت احكي عاملين كل نهار اربعه اوفر سبيسيال للابليكاسيون. معناها كي تحل الابليكاسيون نهار اربعه تلقى بروموسيون سبيسيال للابليكاسيون. تلقى حاجه مثلا كانت 100,000 تولي 40,000 سبيسيالمون كان بالابليكاسيون. واضحين؟ وان شاء الله ربي معاكم. يعيشك يا سامي كل نوفوتي. هذه كانت لي بون بلان ولي بون ادريس.